هل غير الإسلام في جزيرة العرب شيء كبير؟ نعم غير نعم. شيئا كبيرا. يعني قضية أولا كانوا وثنيين بحت، لا يرقبون جنة ولا يخشون نارا. الإسلام هذب الأخلاق، وفي الحديث وإن كان في سنده ضعف إنما جئت ليتمم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، لكن معناه صحيح. كانت لديهم تصورات عن المرأة، تصورات عن الأطعمة، وكل ذلك جاء الإسلام بنبذه، سواء ما يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بالأطعمة. هذان الأمران كان أهل الجاهلية مفرطين فيهما. فأما في المرأة فقد كان الرجل ينكح زوجة أبيه، ولهذا حرمه القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان لديهم البحيرة والسائبة وغيرها في بهيمة الأنعام. القبيلة لم ينبذها الإسلام لكنه هذبها، وجاء بأخوة الإسلام الجامعة، بحيث لا تلقى العصبية القبلية على أخيك المسلم، فأنت من حقك أن تفتخر بقبيلتك: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن في نفس الوقت ينبغي أن ترعى أخوة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء القرآن بصلة الأرحام. أعظم ذلك كله جاء القرآن بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فما كان من أوثان تعبد وأصنام تعظم، كل ذلك أبطله الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو يتلو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هؤلاء العرب الأجلاف قديما جعلهم الإسلام ساسة للأمم. قال شوقي رحمه الله: وبدلت أمة بالرعي، بدلت أمة ذكر رعي القياصر بعد الشاء والنعم، يعني بدلت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، يعني كانوا يرعون بهيمة الأنعام أصبحوا يرعون الملوك. وتمت الفتوحات، وكل من فتح يعني البلاد الإسلامية خرجوا من جزيرة العرب.